برنامج الأربعة عشر يوم من نسل فتنس بيقدم لك الفرصة أنه تتخلصي من الوزن الزايد وتكتسبي عادات غذائية سليمة. تغييرات صغيرة ممكن تحدث فرق كبير. استبدلي يومياً وجبتين بطبق من رقائق نسل فتنس مع حليب خالي من الدسم، حبة فواكه وكوب من الشاي أو القهوة. بالنسبة للوجبة الثالثة، نسل فتنس بتقدم لك وصفات متنوعة وصحية بنفس الوقت. اليوم رح نحضر سالمون مشوي مع طبقة مقرمشة من الأعشاب. وصفتنا بتكفي شخصين، والمكونات هي 4 قطع سالمون وزن الوحدة 100 جرام، 75 جرام بقسماط طازج، ملعقة صغيرة ثوم معمر مفروم، ملعقة صغيرة بقدونس مفروم، بيضة مخفوقة، 600 جرام بطاطس، ملح وفلفل بحسب الرغبة، وخضار مشكل يعني جزر، لوبيا وبازلا كمان بحسب الرغبة. منحمل فرن على حرارة 200 درجة مئوية. بوعاء نخلط الأعشاب مع البقسماط ومننكه بالملح والفلفل بحسب الرغبة. منغلف صينية فرن بورق زبدة. منغمس قطع السالمون بالبيضة المخفوقة أولاً وبمزيج البقسماط ثانياً، ومنصفهم على صينية الفرن. نشويهم لمدة بتتراوح بين 20 والخمسة وعشرين دقيقة حتى تنضج. نسلق البطاطس بقدر من 10 لخمستاشر دقيقة حتى تنضج، وبقدر تاني نسلق الخضار المشكلة من 5 لعشر دقايق. منقدم الخضار على السفرة إلى جانب السالمون المشوي. وصفتنا لليوم تحتوي 510 سعرة حرارية. ونصيحتنا إلكن، كل ما تصغروا حصة السالمون وتقللوا من الطبقة المقرمشة، كل ما تكون الوجبة قليلة الدسم. ألف صحة!